تأخر الوقت. بالنسبة للعميل جولدستين، رفعوا الكائن للأعلى بيد واحدة وقضم جذعه. لم يسمعوا في حياتهم صرخات رجل تسكت بشكل مفاجئ هكذا: أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، أجندة بند تستطيع في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ It's me Dorito، ولدي هنا قاتل الضحك وزينجو. فيديو اليوم يا أصدقاء عن الـ SCP-2480 أو المعروف باسم الطقس الغير منتهي. في المرتبة الخامسة الدمية المخيفة هاجي. أليس من الغريب أن تتحول اللعبة من دمية للأطفال إلى وحش مخيف يتمتع بقتل الأبرياء؟ أريد أن أخبركم شيئا، وهو أن أخي الصغير بانجو انضم إلى فريقي في قناة الألعاب، سوف أضع لكم الرابط في أول تعليق. والآن قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك. هذا المكان ليس طبيعيا، الهواء، الناس، المباني، أقسم حتى أن السماء تبدو على أنها ستنهار. ففي الليل أشعر أن أحدهم أو شيء ما داخل غرفتي، وفي كل مكان أذهب إليه أشعر أنه تتم مراقبتي. السكان المحليون هنا لم يبدو أنهم مهتمين بوجودنا هنا في البداية، وفي الحقيقة لقد أقمنا وليمة خلال اليوم الأول، ولكن الآن كل واحد منهم يبدو على أنه يتجنبنا، أو ربما يتجنب شيئا ما نحن لا نفهمه. إنهم ينظرون لنا بأعينهم المتحركة. أنا أنام بجانب الباب لأن الحائط في نهاية الغرفة يعطي شعورا سيئا. يمكنني أن أسمع أصواتا غريبة مثل غناء أو نوع من الصرخات المستمرة التي ترن خلف تلك اللوحة القبيحة. أشعر أن الجدران تختنق، أحيانا تراودني كوابيس حول أن هذه الجدران ستصبح حية وتتحول إلى جدران من الأحشاء وتنهار علي وتدفنني حيا. أرى رجالا غرباء يرتدون ملاءات هناك، أشم رائحة عفن وتحلل، أسمعهم ينادون باسمي: جوسيبي جوسيبي. لقد بدأت أفقد صوابي، سأترك صوت التلفاز اليوم كي لا أشعر بالوحدة. لوتلين فرانك جوسيبي MTF-6. حسنا يا أصدقاء، إن تصنيف هذا الـ SCP كان سيف وكيتر، أما الآن تصنيفه مفترض محايد، ويتوقع أن الـ SCP-2480 أن يكون شذوذا ذو أبعاد مختلفة. في منتصف بودفيل مانور يقع في مدينة ساحلية وجميلة جدا تمتلك غابات كثيرة في ولاية ماساتشوستس، مع تعداد سكاني صغير حوالي 9000 نسمة. بودفيل مانور كان منزل بودفيل، وهو شخص مليونير ولديه اهتمام كبير في الأشياء الخارقة للطبيعة. فقبل موته كان بودفيل قائدا لمجتمع ويسمى هذا المجتمع أديتم ويك، وهو مجتمع سري جدا. وإن الـ SCP-2480 هو شذوذ ذو أبعاد، والذي من الغير ممكن النظر إليه بشكل مباشر إلا إذا كان الناظر تحت تأثير حبة دواء تغير الرؤية. ماذا؟ ما هذا المكان؟ ولماذا لا نستطيع رؤيته إلا عندما نأخذ حبة الدواء هذه؟ إنه أمر مريب. أجل يا زينجو، لا أظن أنك تحتاج لهذه الحبة، فأنت في عالم ذو أبعاد بدون حبة الدواء هذه. حسنا، وهنا أصبحت المنظمة على علم بوجود الـ SCP-2480، فحيث تم اكتشافه بعد ترقب وفك شفرة تابعة لمنظمة GOC، وهي إشارة مضطربة تم بثها من قبل هذه المنظمة. وبسرعة أرسلت منظمة الـ SCP فريق تحقيق. تم إيجاد 36 جثة مبعثرة في عقار مانور، 8 منها تم التعرف عليها. وما لفت انتباه المنظمة هو السبب الغريب لموتهم، على سبيل المثال الانفجار الداخلي، الانحلال، إعادة التشكيل الفيزيائي، القاتل. ماذا؟ ما كل هذه الأشياء؟ الانفجار الداخلي؟ هل هذا مرض أم ماذا؟ لا يا زينجو، ولكنه مرض خارق للطبيعة. وطبعا جميع أسباب الموت هذه مستحيلة فيزيائيا ليتم تنفيذها من قبل البشر. وفي منتصف عام 1988 فشل الموقع 13 في إرسال تقرير نصف سنوي حول حالة الـ SCP-2480 معتقدين أنه خطأ، وحاولت المنظمة أن تتواصل مع الموقع 13 بشكل مباشر ولكن لم يتم الرد. في البداية أرسل عميلين للتحقيق في ذلك، ولم يتصل أي من العملاء منذ ذلك الوقت، ويبقى مصيرهم مجهولا حتى هذه اللحظة. وهنا أرسلت المنظمة MTF-6 لإعادة تحقيق الاتصال مع الموقع 13، بالإضافة
إلى احتواء SCP-2480. تمت مرافقتهم من قبل باحث الطبيب نارفيس، وبسبب خبرتهم استطاعت قوات الفرق المتنقلة أن تندمج في المجتمع في وقت قصير. تم الترحيب بهم كسكان جدد وسياح من قبل المقيمين هناك. في البداية كانوا لطيفين جدا، ولكن بسرعة بدأوا يشعرون بشيء ما لم يكن جيدا في هذه المدينة. بدأ السكان المحليون أنهم يتجنبون شيئا لا نستطيع رؤيته. في اليوم السادس بدأ العملاء يشعرون بشيء ما داخل هذه البلدة. رجل رحب بالعميل جولدستين بابتسامة عريضة، وفي اليوم التالي حدق به بأعين ميتة لم ترمش أبدا، وبدأ يلتقط رائحة خفيفة من العفن. العميل غريسون الذي يمثل كسائح بدأ يلاحظ حركات متكررة في الفندق، وخاصة خلال الليل. وفي إحدى الليالي قبل أن يذهب إلى النوم سمع حركة ما خارج غرفته، وقرر أن يتفقد الأمر من خلال ثقب الباب، وهنا رأى وجها يحدق به أيضا في الطرف الآخر. التقت عيونهم وبدأ الزائر بضرب وجهه في الباب مرارا وتكرارا، ومع مرور الأيام بدأ الفريق يشعرون بقلق شديد وذعر متزايد. تم الاقتراب من العميلة لايت بادي من قبل رجل ذو مظهر غريب في الشارع. هنالك وحوش في الضباب مرعبون جدا ولا يتحدثون، يراقبوننا تماما أمام أعيننا. وتم إيجاد هذا الشخص الذي يتكلم عن الوحوش ميتا في اليوم التالي بنظرة مؤلمة على وجهه. بدأ الفريق يصبحون مضطربين بشكل متزايد. مجموعة من الأولاد كانوا يتجمعون في الشارع عند مغيب الشمس. عندما اقترب منهم العميل جوسيبي التفتوا نحوه لوقت قصير، كان الدم يسيل من زوايا أفواههم. تبعثروا تاركين خلفهم جردا مسلوخا ومغطى بعلامات عض مع كتل غائبة من اللحم. في اليوم التاسع اختفى العميل جوسيبي، ذهبوا إلى منزله ووجدوا يومياته، كل الأبواب كانت مقفولة وكان التلفاز يعمل، بدأوا أنه فقط قد اختفى. هذه البلدة مريضة ومتعفنة، لماذا لا نحرقها فقط؟ ما الذي حتى نفعله هنا؟ ماذا ينتظر قائدنا؟ يوجد خطب ما في هذه البلدة، يتصرف السكان بطريقة عشوائية، أحيانا يبدو على أنهم يهلوسون في منتصف الشارع، والأكثر من ذلك كان الطبيب نارفيس يرتعش ويتعرق بكميات كبيرة. لاقيني غدا صباحا في باحة محكمة البلدة، هنالك شيء عليكم جميعا أن تروه بأنفسكم. في اليوم التالي تجمعوا وأعطى الطبيب حبة لكل من العملاء، هذه حبة مغيرة للرؤية ستجعلكم ترون الحقيقة خلف هذه البلدة. وعندما اقتربوا من أخذها قال الطبيب نارفيس مهما كان ما ستروه لا ترتعبوا أبدا. حسنا، أومأوا برؤوسهم وأخذوا الحبة. بعد دقائق بدت الألوان أكثر حيوية للفريق، وبسرعة غطى ضباب أصفر المدينة. بدأوا يرون أناسا في عباءات مظلمة ذات قبعات، كانت ملابسهم تتكون من الجلود والقماش المحاك بطريقة سيئة، كانت وجوههم مخيفة تحت القبعة. العميلة لايت بادي أبعدت ناظريها بعيدا عنهم. ابتعد السكان المحليون عندما اقتربت الشخصيات المغطاة. العميل جولدستين ضبط نفسه وذهب لاكتشاف البلدة. رأى المباني الآن بحالة خراب ومغطاة بلحم نابض، وتم استبدال كنيسة البلدة بمبنى ضخم جدا وقديم، والشخصيات المغطاة كانوا يسجدون أمام هذا المبنى. أحد الشخصيات لفت انتباهه، كان طويلا بشكل غير طبيعي وكان يمسك عدة مخلوقات غير طبيعية أو غير معروفة برباط. كان لهذه المخلوقات عيون صغيرة لا ترمش أبدا، وكانت أفواههم تعرض صفوفا من الأسنان التي تشبه الإبر، وكان لحمهم شاحب لكن مليئا بالعضلات. كانوا يتمتمون بغضب ويتحركون بخطى سريعة. بعض المخلوقات هاجموا الأصغر فيهم، مزقوا لحمه بمخالبهم وأسنانهم وهو يصرخ من الألم. هذا جنون، مهما كان ما تراه إنه في عيوني بعض الأولاد يتنمرون ويركلون ولدا أصغر. كان العميل غريف سلون يفقد صوابه ببطء أي يصبح مجنونا. نظر باتجاه السماء ورأى قببا طويلة ومظلمة ترتفع فوق المدينة. علينا أن نذهب إلى منزل جوسيبي، علي أن أرى ما هو الوضع هناك. وصلوا إلى منزل العميل جوسيبي، شاهدوا المنزل على حقيقته متعفن ومتحلل ومغطى بالقذارة والدماء. بحثوا في القبو، كان السقف قديما جدا، وفي النهاية كان هناك لوحة كبيرة على شكل دوامة على الحائط.
عندما حاولوا لمسها اخترقتها أيديهم ومشوا عبر هذه اللوحة ووجدوا أنفسهم داخل نفق. وبعد لحظات وصلوا إلى النهاية ووجدوا أنفسهم في مزرعة مهجورة وأدركوا أنهم وصلوا إلى The Botfail Manor. بدأ الخوف يخيم عليهم بسرعة كبيرة، وبسرعة كتلة من كائن يشبه البشر ولكن أضخم ظهر من الضباب الكثيف. كان لحمه شاحب ومترهل، وكان وجهه مسيطر عليه من قبل فم ضخم مليء بالأسنان. وكان هذا الكائن لا يملك عيون ولا أذنين وفتحات أنفية. أسنانه ويديه ذوات الثلاثة أصابع كانت ملطخة بما يبدو أنها قطع من لحم بشري. أسرع إليهم، حذر العميل غرايسون المجموعة، لكن تأخر الوقت. بالنسبة للعميل جولدستين، رفعه الكائن للأعلى بيد واحدة وقضم جذعه. لم يسمعوا في حياتهم صرخات رجل تسكت بشكل مفاجئ هكذا. تبعثروا وركضوا باتجاه الحقول. وجدت العميلة لايت بادي نفسها منفصلة عن البقية. اهتزت الأرض من تحتها، وعندما نظرت إلى الأسفل لم ترى تربة، لكن ظهر لحم متشقق وأطراف بلون أحمر مزرق. قيدتها من كاحلها وسحبتها إلى حفرة صغيرة جدا على أي كائن بشري. أصوات صراخها عبرت الحقل، ولحسن حظ البقية كانوا قادرين على إعادة التجمع مرة أخرى، وقرروا أن يغادروا في اليوم التالي. وفي اليوم الأخير من المهمة، عندما كانوا يحملون قريبهم من الميناء، فجأة توسعت أعين العميل غرايسون وتحول فجأة إلى طين برمشة عين، وكأنه ضرب من قبل قوة عظيمة وخفية. وما بقي من الفريق شعروا أن حياتهم أعفي عنها، وكأنه تحذير من قوى غير مرئية محاولة أن تخبرهم كم من السهل أن تفعل ذلك بهم. وعندما غادر القارب المرفأ، لاحظ الطبيب حشدا تجمع عند الساحل، نظروا بوجوه حدثته ببؤس إضافة إلى الرعب والجنون في البلدة، حيث الرعب الغير مرئي يختبئ. ما رأيكم يا أصدقاء بهذا SCP؟ إنه خطير جدا. أخبروني في التعليقات أسفل الفيديو ما الذي يمكن أن يكون داخل ذلك الموقع. والآن لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، تنبا تستطيع في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا، تنشر الرعب فينا ولن يبقى للأمل بصيصا.